اقصده. عفوا نادين والضيف الكريم، البعض لما نسمع كلمة تثقيف جنسي يعتقد انه تعالوا يا جماعة نعلمكم على البوزيشنز، على الاوضاع، كيف رجل وامرأة. هذا ليس له علاقة بالتثقيف الجنسي، التثقيف الجنسي ليس له علاقة. هذا ما هو التثقيف الجنسي؟ التثقيف الجنسي هو اللي بنتحدث فيه اليوم. من الجزئية المهمة انه انا ابلغ الطفل انه كيف يحافظ على عورته من سنتين، لازم هذا تثقيف جنسي. في المدارس لما كنا بنطالب، وانا شخصيا طالبت من سنوات طويلة وما زلت انادي في كل برامجي، انه لابد يكون عندي تثقيف جنسي بروح المعنى، انه انت ايش قصدك؟ انت تبغانا نعلم اولادنا وبناتنا ايش هي الاوضاع؟ احنا ما لها علاقه بالاوضاع، انا بتكلم تثقيف الجنس هو بحر عالم كبير على طول يروح بالهم كيف تمارس. نعم بالضبط. طيب انا ابغى بس